نتحدث في هذا اليوم عن مسائل مختصرة بأدلتها الشرعية عن أحكام الإمامة. سابعاً، الصلاة قدام الإمام، جملة من أهل العلم يرون أن الصلاة لا تصح، وبعضهم يرى أنها تصح مطلقاً، لكن القول الأوسط قد يوجد ما يجوز أن يصلي الإنسان أمام الإمام، لأن الأصل أن الإمام يكون في المقدمة حتى يؤتم به، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلماذا تتقدم عليه؟ لكن لو وجدت حاجة، وهذا قد يحدث مثلاً في مصلى العيد، قد يحدث من أنه لا مكان في الخلف بتاتاً، لا في الخلف ولا من جهة اليمين ولا اليسار، لكن هناك في المقدمة، فهنا نص شيخ الإسلام رحمه الله وسبقه في ذلك أئمة من أنه حال العذر فلا إشكال في ذلك وتكون الصلاة صحيحة.